صباح الخير، انا احمد الجندي، انا استشاري ورئيس قسم القلب في مركز مجدي يعقوب لامراض وابحاث القلب. النهارده احنا في كايرو بي سي ار، وكجزء من نشاط المؤتمر عايزين نتكلم على بعض الحاجات اللي ليها علاقه بالشرايين التاجيه وكيفيه الوقايه منها والعلاج منها. الجزء اللي عايزين نركز عليه هو الخيارات المختلفه لاصلاح قصور الشرايين التاجيه. ده طبعا بينقسم لحاجات ليها علاقه بتغيير نمط الحياه، ومنها تبطيل التدخين، ومنها الرياضة، ومنها غذاء صحي متوازن، العلاج الدوائي والتدخل، سواء التدخل عن طريق القسطرة أو التدخل عن طريق جراحة القلب المفتوح. وعادة الحاجات دي بتبقى مكملة لبعضها، فمش معنى أن الواحد عمل جراحة أو محتاج يعمل قسطرة أنه العلاج الدوائي أو تغيير نمط الحياة دي حاجة ثانوية أو حاجة دورها قليل. بالعكس، دي حاجات أساسية في العلاج، ومن غيرها أي نوع من أنواع العلاج مش هيستقيمه أو مش هيجيبه نتيجة على المدى الطويل. الخيار ما بين الاكتفاء بالعلاج الدوائي وتغيير في نمط الحياة، ولا هيبقى فيه احتياج إضافي لإجراء قسطرة تدخلية أو جراحة، بيتبني على مجموعة من العوامل. إنما بيجي على رأسها إن حد بياخد علاج دوائي ومع ذلك لسه الأعراض بتجيله مش متصلحة بالعلاج الدوائي، ساعتها بنحتاج نفكر في تدخل إضافي. كمان لو القسطرة التشخيصية أو بعض الفحوصات الغير نافذة مبينة إن في جزء كبير من عضلة القلب متأثر بالضيق اللي موجود في الشرايين. جزء كبير دي بتتعرف بأشكال مختلفة، بس عندنا مجموعة عوامل بتبين لنا إن هو في الوضع ده أو في الصفة التشريحية أو في المريض ده درجة الضيق اللي موجود في الشرايين واصلة لمرحلة بتهدد عضلة القلب أو بتهدد الحياة، وبنحتاج إن احنا نعمل تدخل بالإضافة للعلاج الدوائي حتى لو الأعراض مش فيش أعراض واضحة أو الأعراض مش عنيفة قوي أو الدواء قادر يسيطر عليها. طبعًا دي بيتم بالنقاش مع الدكتور، بس مهم إن حضرتك مع الدكتور بتاعك تسأله أسئلة محددة. واحد، هو إيه الخطورة اللي من إجراء القسطرة التداخلية أو الجراحة؟ اتنين، إيه الفروقات بينهم على المدى القصير وعلى المدى الطويل؟ الفايدة والضرر والأعراض الجانبية بتاع كل تدخل، وإيه اللي يحصل لو قررت أن أنت ما تعملش حاجة؟ لو إيه اللي يحصل لو قررت أن أنت تكتفي بالعلاج الدوائي؟ إيه هي الخطورة أو إيه هي الفايدة الممكن إضافية اللي هتيجي من إجراء التدخل ده؟ الحاجات دي مهمة لأنه مش كل حاجة، مش في كل الأوضاع بيبقى فيه إجابات أبيض وأسود، إنما بيبقى فيه جزء مش قليل من القرار بيتاخد بناء على النقاش مع المريض، ونحن نوصل سويا لخطة علاج مشتركة.